الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمات حول السحور وتعريفه وبيان فضله وذكر بعض مسائله. فأولا، تعريفه: السحور بفتح السين هو اسم للطعام والشراب الذي يتسحر به، وبالضم السحور مشتق من السحر وهو الوقت الذي قبل الفجر. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على استحبابه وأنه ليس بواجب، وأما البركة التي فيه فظاهرة، لأنه يقوي على الصيام وينشط له، وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على المتساحر. ثانيا، يستحب تأخير السحور إلى آخر الوقت. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. رواه البخاري ومسلم. ثالثا، حصول البركة للمتسحرين. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. رواه النسائي وصححه الألباني. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: البركة في السحور تحصل بجهات متعددة، وهي اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب والتقوي به على العبادة والزيادة في النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام. رابعا، صلاة الله وملائكته على المتسحرين. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه ابن حبان والطبراني، وقال الألباني: حسن صحيح. خامسا، السحور من خصائص هذه الأمة. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. قال النووي: معناه: الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور، فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا السحور، وأكلة السحر هي السحور. قال الخطابي: معنى هذا الكلام الحث على التسحر، وفيه إعلام بأن هذا الدين يسر لا عسر فيه، وكان أهل الكتاب إذا ناموا بعد الإفطار لم يحل لهم معاودة الأكل والشرب. سادسا، بماذا يحصل السحور؟ يحصل بأدنى أكل أو شرب أو بهما، ومن ذلك التمر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم سحور المؤمن التمر. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني. وكذلك ولو بجرعة ماء. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بجرعة من ماء. رواه ابن حبان، وقال الألباني: حسن صحيح. أخي المسلم، وبعد سماع هذه النصوص الكريمة المباركة، فكيف تفرط أخي بالسحور وبركته؟ وفقنا الله وإياكم لطاعته، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك وأنا مع نبينا.